الطرق المختلفة لتجميل الثدي والدهون دورها ايه مع الثدي؟ في جزء كبير جدا من الناس لسه ستيل عندها تخوف من قصة ان احنا نعمل تجميل الثدي بالحشوة. الجديد كمان ان احنا مش جديد قوي، يعني هو بقاله بتاع اكتر من 6-7 سنين ان احنا نعمل حقن الدهون في الثدي. ان احنا نعمل رفع او تكبير الثدي ممكن نعمله تكبير ذاتي عن طريق ان احنا بنفس دهون الثدي دي بنبتدي نعمل فيها شكل معين عشان نعمل لها كوندنسيشن ونعمل لها الكون شيب بتاع الثدي، او ان احنا بناخد دهون من منطقه ثانيه بنبتدي نعمل لها بروسيسنج معينه ونبتدي نحطها في الثدي. حقن الدهون في الثدي طبعا في مناطق معينه في جسم الانثى ان انا لو خدت منها دهون هتبقى دهون كويسه تعيش، اللي هي الوايت فات اللي هي منطقه الارداف. دايما احسن منطقه اللي عشان ناخد دهون فيها لحشوه التكبير الثدي منطقه الارداف. بس مش كل ست تنفع العمليه دي، لازم يكون في عندنا شيب معين عشان نقدر لما نبتدي نحط الدهون يكون الشكل كويس. اولا لازم ما يكونش عندها ترهل عنيف، ما يكونش في سقوط كبير في 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 الليفل او في مستوى الحلمه عشان نقدر لما نحط الدهون تشوف نتيجه احسن. الجديد بقى في حقن الدهون في الثدي ايه؟ او حقن الدهون عامه في الجسم. الاول احنا كنا بناخد الدهون بنبتدي نطلعها، بنبتدي نعمل لها تصفيه، بنبتدي نعمل لها بروسيسنج معين. دلوقتي خلاص، دلوقتي بقى الموضوع ان احنا عن طريق اللابيماتيك كانولا دي بنطلع الدهون كونتينر معين، الكونتينر ده هو اللي بيعمل كل حاجه. بيطلع منه خرطوم تاني بيبتدي ندخله بنفس الماشين تاني للمنطقه اللي احنا عايزين نحقنها. هنا احنا حافظنا على التعقيم، الدهون ما طلعتش بره الجسم، ما قعدتش فتره بره الجسم. الحاجات دي كلها بتحافظ على الفايبيليتي او الحيويه بتاعت الخلايا الدهنيه، وبتخلي استمراريه حقن الدهون او قابليه الجسم لاستقبال الدهون الجديده بتكون بشكل اكبر وبتكون بصفه دائمه.